يعني هي تدخل في في النهي. طيب عشان نختصر الوقت عشان عندنا برضو متكلم موضوع اللي جاء من أجله أنا. علم التنجيم اللي هو علم الأبراج ينقسم إلى قسمين، علم يسمونه علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير وعلم التسيير، وش المعنى لهذا والمعنى هذا؟ وهذا كلام أتمنى الإخوان يثبتونه ويحاولون ينزلونه ينفعون الناس فيه. علم التأثير وعلم التسيير هو علم التنجيم ينقسم إلى قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. علم التسيير ما هو؟ أن تعتقد في هذه النجوم أن مخلوقة مربوبة من خلق الله، والله خلقها الحكم، علامات للبشر، يقول للناس يقول علامات وبالنجم هم يهتدون، معرفة الأوقات، معرفة فصول السنة، معرفة الاتجاهات، العلم يدخل علم الفلك وعلم التنجيم، فهمتوني؟ إذن هذا علم التسيير. ألا لا، أن تعتقد أن الله خلقها الحكم مخلوقة مربوبة تدلك على الجهات، أوقات الفصول، وقت الزروع، وتدلك على كما قلنا على وقت الصلاة وغيرها، أوقات هي علامات كما قال عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا علم إيش؟ التسيير. علم التأثير أن يعتقد في هذه الكواكب والنجوم أن لها